بين جرائم نظام الأسد وجرائم تنظيم الدولة، صحفي سوري شاب يروي شهادته على وقائع الثورة في مدينة الرقة. كيف تفرقت السبل بشباب الثورة؟ وكيف واجه الشعب المسالم براميل النظام وسيوف داعش؟ يوميات كتبها مروان هشام باللغة الإنجليزية أثارت انتباه الجمهور الغربي حول وقائع ما جرى. التلفزيون العربي يقدم قراءة في مذكرات شاهد عيان على جرائم نظام الأسد وتنظيم الدولة في الرقة. إخوة السلاح في مذكرات. الليلة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.